صباح الخير يا كيجي، يا رب تكونوا بخير. يلا معايا نشوف النهارده هناخد حرف جديد هو حرف الثاء. يلا مع بعض، ثاء ثلاجة، ثاء ثعبان، ثاء ثعلب، ثاء ثور. يلا مع بعض نشوف حرف الثاء بنكتبه ازاي. هنعمل السطر بتاعنا، حرف الثاء سنة صغنونة على السطر، نامت مشيت على السطر بتاعنا وطلت. نعمل تاني السطر بتاعنا من الأول، السطر بتاعنا أهو. بعد كده هنكتب حرف الثاء سنة صغنونة على السطر، مشيت طلعت تاني بسنة، عنده تلات نقط، نقطة يمين، نقطة شمال، نقطة فوق. يلا نقول مع بعض، ثاء ثعلب، ثاء ثعبان، ثاء ثلاجة. يلا نشوف كتابنا مع بعض. هنا معايا حرف الثاء منفصل ومتصل. متصل عنده ايد، منفصل زي ما احنا عارفين اخر الكلمة. جيبلي ثو ثعبان وفي حرف الثاء، متصل ومنفصل، هنلون مع بعض. حرف الثاء في كل ثعبان، ادي حرف الثاء هنا متصل، حرف الثاء هنا متصل، حرف الثاء هنا منفصل. يلا مع بعض نشوف معايا النشاط التاني اللي بعده. هنضع علامة صح تحت الصورة التي تبدأ بصوت حرف الثاء، الصورة اللي بتبدأ بصوت حرف الثاء. نقرأ مع بعض، يلا ننطق مع بعض، ثعلب، ثاء ثعلب، أولها حرف صوت حرف الثاء، نضع عليها علامة صح. بعد كده وسادة، وسادة ما فيهاش حرف الثاء. ثلج، ثالث صورة، ثلج، أولها صوت حرف الثاء. ثور، ثاء ثور، أولها صوت حرف الثاء. زرافة، ز زرافة، ما فيهاش صوت حرف الثاء. نشوف النشاط اللي بعد كده. هنا هنوصل حرف الثاء بالصورة بتاعته، هننطق حرف الثاء ونوصله بالصوت بتاعه. أول حاجة جايبها لي ثاء، ثاء يا فتحة، ثي، ثي تحتها كسرة، ثو، ثو تحت فوقيها ضمة، أف فوقيها سكون. هننطق كل صوت ونشوف هيوصل نوصله بالصورة بتاعته. ثاء ثعلب، ثاء ثعلب. هتاخد صورة إيه تاني؟ ثاء ثلاجة، ثاء ثلاجة، ثاء ثور، ثاء ثور. كده خدت حرف الثاء، خدت ثلاث صور، ثاء ثعلب، ثاء ثلاجة، ثاء ثور. ثي، ثي، ثي ثياب، ثي ثياب. طيب ثو، ثو ثعبان، ثو ثعبان. أف مثلث، أف مثلث. ننزل تحت هنسمع الكلمة ونشوف الصورة، وضع الحرف الثاء فين في الكلمة. ثلج، ثاء ثلج، أول الكلمة. مثلث، مث وسط الكلمة، مثلث وآخر الكلمة. حرف الثاء هنا في صورة مثلث، وسط الكلمة وآخر الكلمة. أثاث، يعني ننطق مع بعض، أثاث، برضه عنده الثاء وسط الكلمة، أثاث وآخر الكلمة. روح النشاط اللي بعد كده. حرف الثاء، هنشوف حرف الثاء في الكلمات ونضع علامة، علامة دايرة عليه. ثعلب، ثاء ثعلب، أول الكلمة. مثلث، مثلث وسط الكلمة وآخر الكلمة. كمثرة وسط الكلمة. هنكتب حرف الثاء هنا، حرف الثاء زي ما اتعلمناه من الأول، نص شرطة صغنونة على السطر، مشيت وطلعت شرطة تانية، هو بيبقى قاعد على السطر. وعنده كام نقطة؟ ثلاث نقط، نقطة يمين، نقطة شمال، نقطة فوق. يعني نكتبه مع بعض، شرطة صغنونة على السطر، مشيت على السطر وطلعت تاني بشرطة صغنونة. عنده ثلاث نقط، واحدة يمين، واحدة شمال، واحدة فوق. ده كده منفصل، متصل،
سنة صغنونة ومد ايده عشان يمسك الحروف اللي بعد كده ويكون لي الكلمة. نروح للي بعد كده، النشاط اللي بعد كده جايب لي صورتين ونخبط لي الحروف بتاعتها وعايزين نكون كلمة. أول صورة معايا صورة ثلج، أول حرف نطقته ثاء، ثاء سنة صغنونة ومد ايده عشان يمسك الحرف اللي بعد كده وعنده ثلاث نقط من فوق وفي ايه فتحة ثاء. هنا مد ايده متصل ان هيمسك الحرف اللي بعد كده ثل، لا لام، واللام متصل هتمسك اخر حرف جيم، ثلج ثلج. الصورة اللي بعد كده ثو، أول حرف نطقته حرف ثاء، ثاء ثاء ثو، عنده ثلاث نقط وبرده فتحة ثو متصل هيمسك الواو ثور ثور. يبقى احنا عندنا صورتين ثاء ثلج ثاء ثو. احنا النهارده اتعلمنا حرف الثاء، قلنا حرف الثاء بيبقى قاعد على السطر وعنده ثلاث نقط. شكرا يا كيجي.